التسامح، التسامح واجب، واجب. إذا كان أعظم العظماء الخالق عز وجل يسامح، فنحن بشر خلقنا ما نتسامح. ولما يكون الابداع موجود داخل حرفتنا اللي احنا بنحبها وتربينا عليها. خلينا نحكي عن المهنه اللي حضرتك تاسست فيها من بلدك من سوريا وجيت فيها على دوله الامارات ورفضت من اول ما اجيت انك تدور على شغل عادي، بالعكس تميزت حتى في اول قدومك لهون لانك انك تكون خلينا نقول سيلف امبلوي، او خلينا نقول صاحب عمل، بقى انك لسه انت ما فتحت بزنس خاص لك بس كنت تشتغل كانه فريلانس. خلينا نحكي عن قبل ما نيجي على هاي البلد، شو كنا نعمل في سوريا والبلدان اللي لفيناهم وليش اخترنا الامارات؟ بلشت بعمر كتير صغير عند اهلي، طبعا اهلي عندهم صالون، وحسيت حالي انه بدي مجالات اوسع، فسافرت طلعت على لبنان، كان بلد كتير حلو بس حسيت انه بدي لسه شيء افضل. على الاردن كذلك الامر، بعدين كان طريقي على ليبيا، بعدين على الكويت، بعدين كان عندي اخوي عايش هون بالبلد، فاجيت لعنده زياره، حسيت الجو كتير مرتب، شفت في ناس كتير غريبين، جنسيات متعدده، يعني حسيت في نشاط في سرعه بالبلد هون، فبلشت هون على الاساس فريلانسر، صرت اشتغل بالاوتيلات، صار في عندي فضول انه كل جنسيه شعرها مختلف، طريقه تفكيرها مختلفه، تراديشن تبعها مختلف، فكل واحد عنده نظره شكل، حسيت في تحدي، فضليت مده ادور بالبلد هون، حسيت كل الناس يعني عندها شيء بسيط عن المصلحه، ومصلحتنا نحن تعتبر يعني فن اكثر من ان هي عباره عن قصه شعر وخلاص، فحسيت انه لازم حدا يضيف شيء او يعمل تاتش جديده على
على المهنة تبعيتنا، والناس تعرف إنه هي أكثر عن عبارة عن بزنس، هي عبارة عن إنه سيلف كونفيدنت للشخص نفسه. يعني دائما أنت لما بيكون عندك سيارة حلوة أو تياب حلوة أو ساعة حلوة بتشوف حالك فيها، فكذلك الأمر قصة الشعر. يعني مثلا بدك تروح عندك مقابلة، عندك عمل، عندك شيء بدك تسويه، أهم شيء إنه يكون آخر شيء همك شعرك، بالعكس يكون عندك قصة حلوة. فحسيت إنه هذا الشيء ناقص عند كتير جنسيات. يعني في عندك مثلا ناس بتعرف تقص للعرب، ناس بتعرف تقص للأجانب، ناس بتعرف تقص مثلا للأوروبيين، بس أنا عندي هون حبيت إجمع كلياتها، فصرت قص لكل الجنسيات، كل جنسية بالطريقة يلي بتشوف حالها إنه هي هيك أفضل شيء. سيد كريم، احنا لما نحكي عن اول 7 سنوات في حياتنا، بعد 7 سنوات رحنا لانه نكون موظفين، بدناش نقول عند الناس، موظفين في احد القطاعات خلينا، والموظف هذا كان عنده حلم وكان عم بيحاول يوصل فكره لاصحاب المحلات اللي كان عم بيشتغل عندهم، بس المجتمع ما تقبل الفكره. لو بدنا نحكي عن قصص النجاح على المستوى العالمي، خلينا نقول زي اصحاب اليوتيوب او اصحاب جوجل، اول ما عملوه كانت الناس تقول لهم انتم شو الباشن اللي عندكم او شو الهدف من هذا الموضوع. نفس الشيء صار مع الاستاذ محمد من 2010 لما توظف، وصاحب العمل ما استوعب الفكرة اللي عم بحكي فيها. ممكن تحكي لنا عن مغامرات سيد محمد فترة الموظف في حياته من 2010 إلى 2016؟ كانت فترة كتير ظريفة طبعاً. دائماً الواحد لازم يجرب شغلات عند صح. الناس مشان يعرف قيمة الشيء بس يحصل عليه. طبعاً كان عندي طموح، كنت دائماً أنا عندي قناعة أنه أنا ما حدا رح يفهم علي، لأني أنا بعتبر حالي مجنون بالشي اللي عم أعمله، لدرجة أنه فعلاً بوصل لمرحلة أني مستعد أحكي مع الشعر إذا حبيت. لهالدرجة حسيت حالي أنا صاحب هواية. ففكرت أنه إذا اشتغلت عند الناس، الناس رح يعني تقدر هذا الموضوع، ويكون في إلي اهتمام خاص أو سكشن خاص أني أشتغل ونمي فيها هالموهبة. بس طبعا الناس عندها الطريق الخاص طبعا على تسوي البزنس، فحسيت بالنهايه انه ما حدا مسؤول عن هواياتي، انا الوحيد المسؤول عنها. فاضطريت اني اتعامل مع اشخاص يفكروني اني انا مجنون، انه عم يحكي كلام مش مزبوط. فبلشت ارسم واشتغل لحالي مخطط المحل، احكي مع الزباين، مع كل الزباين تجي لعندي، بدل ما افتح احاديث شخصيه احكي عن كل انسان شو بيضايقه بالحلاق تبعه، من البلد اللي هو جاي فيها، العادات والتقاليد تبعهم، شو اللي منيح شو اللي مانه منيح، وسجله كلياته، وارجع على البيت احفظ الكلام كله، سجله اكتبه كله عندي. طبعا بين الشعر الافريقي والشعر الاوروبي والشعر العادي والشعر العربي، يعني كل جنسيه، كل ناس، كل انسان عنده شيء فرق عن الثاني. فجمعت كل الكومبلين كلياتها وحطيتها بكتاب، وسويت الديزاين، صرت اشتغل على الديزاين لحالي. وكان عندي امل دائما انه راح اوصل لهالشيء، ووصلت له الحمد لله. الحمد لله وصلنا. و2016 لما فتحنا البزنس الخاص تبعنا، واحنا بنحكي اي بزنس في العالم بدنا نفتحه في له عوامل رئيسيه واسس مبنيه عليها. خلينا نحكي اختيارنا للموظفين او الستاف اللي عددهم 5 في الوقت الحالي، ونوع الخدمة اللي بدنا نقدمها. احنا عم نحكي عن خدمة عناية شخصية في الرجال، وهالشيء بطريقة كتير بروفيشنال. احنا لما نشوف لك فيديوهات وانت مغمض عينيك وعم تشتغل، احنا لما نشوف ويل سميث كتب على تويتر انك انت افضل حلاق هو مر عليه، لما نحكي عن مشاهير كتير على مستوى العالم اجوا عندك هنا على دبي، وحضرتك هلأ رايح على اوروبا. ممكن نحكي عن البداية، الموقع، التيم، البرودكت، كيف تم اختياره؟ البداية كانت انه انا عم تيجي الناس لعندي من هوليود لهون لحتى تعرف انه مين هالشخص هذا اللي واصل اسمه لهوليود او لاوروبا او لاي دولة تانية. فكانت اللوكيشن لازم تكون ضرورية كتير، لانك انت عم تمثل واجهة دبي، يعني صحيح. البلد اللي ساعدتك انك تكون الانسان اللي انت عليه. فكان عندي افضل حل انه يكون اول شغلة اكسكلوزيف وبرايفت، لانه هاي الناس ما بتحب الاضواء، ما بتحب الضجه، ما بتحب هيك شيء. فكان اول شيء لازم يكون اكسكلوزيف، فلهيك اخترت يكون بطابق عالي، وبنفس الوقت يكون له واجهه برج خليفه يلي هي الناس عم تسافر صح مايلز لحتى تجي تشوفها
وتقضي كم يوم، فإنك قاعد على كرسي الحلاقة عم تقص شعرك وقدامك برج خليفة وبنفس الوقت عم تاخذ كواليتي حلوة، فحبيت إني أجمع كل شيء سوا. البرودكت كذلك الأمر، أنا صراحتي أحياناً بتكون كتير موجعة مع بعض الناس، فلهيك حتى لما كنت أشتغل عند الناس إذا الزبون اللي عندي بده برودكت خاص أو الشامبو تبعنا مو جيد كنت حتى خبره إنه الشامبو كويس منيح، لا البرودكت هذا كويس ما عندي منه، حتى لو إني أخسر البيع بس إنه نصيحتي أنا للزبون إني اهتم في شعره، فعملياً وجوده عندي أمانة بعتبره. فحبيت عندي هون بسكيلز إني أجيب أفضل برودكت على مستوى العالم، وقريبا إن شاء الله رح أعمل برودكت الخاص فينا نحن بسكيلز. مثل ما أنا عم خبرك شعر الناس عندي أمانة، حتى الناس لما عم تجي لعندي عم تشتغل اليوم كله لحتى تحصل فلوس تجي تدفع قصة شعر، فأنا بعتبر حالي مسؤول عن الزبون من أول دخلته لطلعته. فهذا الشيء اللي خلاني بعد عن الشوبينج مول أو عن الستريتس أو التريديشنال باربر شوب وافتح شيء يكون خاص فيني. التيم طبعا قد ما يكونوا شاطرين الشباب انا بحترم كل الناس، بس انا عندي اوبريشن خاصه بحب اني اعلمهم بين مده 6 شهور ل 9 شهور لحتى يصيروا بروفيشنال، على اساس بسلمون شغل الزبون، لانه انا هون بعتمد على اني اعمل للزبون قصه خاصه فيه. يعني انا ما بحب اني اجى زبون لعندي حامل معه مثلا صوره او تعبان من الماركت ما حدا عم يفهم عليه انه بس مجرد نحن نعمل له كوبي. لا نحن لازم نعرف الزبون، يعني بدرس الاولاد اللي عندي تماما دراسه انه كيف لازم يستقبل الزبون لما بيفوت، كيف لازم يتخيل شكل شكل القصه، شكل الراس تبع الزبون مع جسمه الفات تبعيته لحيته، كيف لازم نعمل له قصه خاصه فيه، يعني كاستم ميد، عرفت علي كيف؟ سيد الكريم احنا بنقول هلا احنا فتحنا المشروع وفتحنا البزنس تبعنا واجونا الناس، هل الناس تيجي على سكيلز ولا تيجي للاستاذ محمد؟ هلا الناس بتجي على سكيلز لانه بتعرف انه اذا اجوا لعند محمد الكواليتي مضمونه. نعم. يعني طبعا سكيلز ان شاء الله رب العالمين راح تكون انترناشونال براند وراح تضم اكثر من بس حلاقه شعر، بس طالما انه محمد موجود يعني التريد مارك تبعت الكواليتي، وهذا الشيء اللي بيخلي الناس تجي ان شاء الله بوجود محمد حاليا، وبعدين رح تجي لانه اسم محمد موجود. ولما نحكي عن الستاف اللي مكون اكثر من 5 اشخاص موجودين معنا، اهتمامنا فيهم وتدريبهم واعطيهم من خبراتنا شيء كثير اساسي، بس الاهم من هيك الحفاظ على الموظفين. شو استراتيجيتك لانك تحافظ على الموظفين تبعينا؟ طبعا هلا اول شغله الموظف اللي عندي هو بيمثل اسم المحل وسعادته بنفس الوقت بالنسبة إلي بتخليه يقدم لي شغل أفضل، لأنه نحن مثل ما خبرتك نحن أنا ما بعاملهم كحلاقين، أنا بحب عاملهم دائما كفنانين. نعم. إذا أنت فنان بده يكون عندك مود كويس لحتى فيك تقدم شيء حلو، بده يكون بالك رايق، وأهم شيء عند الناس بطبيعة الحال، يعني نحن هون بالبلد لحتى نطالع فلوس ونعمل مسؤولياتنا. طيب. للناس يلي ورانا ببلادنا، نحن مسافرين مسافات طويلة لحتى نساعد أهلنا، فأنا بقدر هذا الموضوع طالما أنه حاجاتهم الخاصة مأمنة. عندي هون الباقي بتكون فري بحياتك، تكون مجنون بمصلحتك، أنا علي أني أنمي لك موهبتك، أني ساعدك تشوف الأمور بشكل أفضل، بس عندي هم كتير كبير يلي هو أنك تعرف أنه الزبون يلي بين إيديك أمانة وهو جاي لعندك لهون لحتى يطلع مبسوط، فنحن مثل ما بنقول انه ماي جاب تو ميك يو هابي. صحيح. المستقبل شيء كثير مهم في حياتنا ودائما في خطط مستقبليه على البعد القريب. استاذ محمد لوين رايحين او سكيلز لوين رايح؟ سكيلز ان شاء الله رب العالمين رايح انترناشونال براند، عم فكر باخر 2019 وعندي بلان عم اشتغل عليها مع ناس، نبلش ببريطانيا بسنترال لندن، ومن بعد ان شاء الله بامريكا، وبعدين بكندا واستراليا. ولو نقول نرجع دبي ونحكي عن 2020 اكسبو اللي جاي علينا اللي اكثر من 20 مليون شخص بده يجي، هل احنا رح نكون موجودين في هذا الحفل الكبير ولا رح نكون برا البلد؟ لا طبعا ان شاء الله رب العالمين احنا واجبنا ندعم البلد يلي دعمتنا، لانه دائما بقول طبعا بكل يعني احترام وعاطفة انا سوريا بلدي الام، بس انا ربيت هون، يعني الشيء اللي تأمن لي هون بالبلد مثل بلدي الأم وأفضل، لأني أنا
بسبب وجودي بهيك بلد، بسبب الأمن والأمان، بسبب الانفتاح يلي نحن فيه، أنا قدرت أوصل لهي الناس وهي الناس قدرت توصل لي. فطالما أنه أنا اندعمت بحلمي لازم أنا أني أدعم البلد هون بحلمه، والإكسبو كان حلم. إحنا دائماً بنقول التوفيق والنجاح ومن رب العالمين في البداية والنهاية، بس أكيد بعد رب العالمين في أسس وفي ناس مروا علينا بحياتنا كانوا سبب نجاحنا. الأهل اللي ربوا، ممكن الزوج اللي صبره، ممكن يكون الأخ اللي ساعد، ممكن يكون الموظف اللي عم يساعد، ممكن يكون الزبون اللي وثق فيه. مين من هاي الناس اللي مروا عليك في مجتمعك اللي بيستاهلوا كلمة شكر؟ طبعاً أول شغلة الشكر لأهلي اللي تحملوا غيابي لأني سافرت ما رجعت على البلد لسنوات طويلة لحد هلأ، يعني ما شفتهم. كان دعم كبير إنهم يصبروا على غيابي كل هالمدة هاي. والأكيد الفاونديشن الأساسية اللي هي البلد اللي عطتنا لمحة عن إنه فينا نواكب العصر اللي إحنا فيه، إنه في أجيال مستحقة الدعم بالشرق الأوسط، لأنه الشرق الأوسط بهالفترة هي مسكين. فإذا لقيت بلد مثل دبي، وإذا لقيت حكومة مثل حكومة دبي تدعمك وتأمن لك كل شيء، بس عليك أنت تظهر نجاحاتك فرجي الدول الأوروبية اللي بتنظر لنا دائماً شوي بضعف، إنه نحن لا قوايا، نحن عنا خبرات، نحن عنا مواهب. هذا كان شيء كتير كبير، فطبعاً بيستحقوا كل الشكر بالأول والأخير. وطبعاً للزباين والستاف اللي عندي، يلي مع كل المشاكل اللي مرينا فيها ببداية تأسيس البزنس ما تخلوا عني، كانوا التيم تبعي، كانوا الباور تبعيتي. فأكيد لما نحكي عن دبي ونحكي عن الإمارات لازم نحكي عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائد رجل لا مستحيل، واللي من جديد عمل حكومة لا مستحيل. حكومة لا مستحيل اللي بده يكون كل شيء إعجازي في دولة الإمارات أو في دبي تحديدا. الإمارات اللي تأسست من أحد الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له، بابا زايد اللي أسس وزرع بذرة الأمن والأمان والتواضع في هاي البلد. احنا اكثر من 200 جنسية موجودين تحت بعض تحت اسم واحد، كلياتنا اماراتيين او اماراتي، وهالشي كلياته بفضل شيوخ وحكام. شو بنحكي لدولة الامارات؟ شو بنحكي لحكام دولة الامارات؟ طبعا الشكر لهم كتير بالاول والاخير. لازم نتعلم منهم هاي التفاصيل الدقيقة بحياتنا، لانه هاي هي اساس النجاح. يعني نحن الشباب هلأ نحن يلي المسؤولية علينا كيف بدنا نكمل، وهن فتحوا لنا الطريق يلي كتير ناس كانت مغمضة عيونها عنه، هي فتحت لنا عيونها عليه، وهي اللي كانت عم ترعانا بكل هاي التفاصيل. لازم نكفي، نحن في علينا مسؤولية كتير كبيرة، وطبعا لازم نقدر المجهود يلي قدموا لنا اياه بشكل كتير كبير وكتير واضح لكل الناس. الشكر الأول والأخير لهم، هذا كل شيء فيني. أكيد. وإحنا من جهتنا أستاذ محمد كتير تشرفنا بوجودنا معكم في سكيلز، المتواجدين في دبي مرة تانية عم نقول أهلا وسهلا فيكم الضيوف عزيزين. شكرا لك كتير، وشكرا لحضوركم.